الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يفرج عنا الكروب وأن يزيل عنا الهموم والغموم، عنا وعن جميع المسلمين، اللهم آمين. في ذات يوم مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ميت محمول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ ما معنى هذه الكلمة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. قال: فأما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، وأما العبد الفاجر فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. حديث آخر في هذا المعنى يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن، صلى الله نجعلنا وإياكم منهم، بعد أن يموت تصعد روحه إلى السماء فيأخذها ملائكة الرحمة حتى يذهبون بها إلى الجنة، فتدخل روح العبد المؤمن الجنة فيتلقفها أرواح المؤمنين، يعني يأتي أرواح المؤمنين إليها، كل واحد يعرف هذا الشخص يأتيه فورا، ويبدأ كل شخص من أرواح المؤمنين في الجنة الذين سبقوه يسألونه، يقولون له: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ يسألونه عن أبنائهم وأزواجهم وإخوانهم: ماذا فعلوا؟ ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ حتى يقول بعضهم لبعض: دعوه، اتركوه شوية، يعني دعوه، فإنه كان في كرب شديد، وفي رواية: كان في غم الدنيا. هذا الشخص منذ فترة بسيطة كان في غم الدنيا والأنفس والثمرات. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. هذا قضاء منتهي، إنك هتصاب، هتبتلى في نفسك، في مالك، في عرضك، في زوجك، في زوجتك، في ولدك، في والدك، في صديقك. كل هذا الذي تراه في هذه الدنيا هو محل ابتلاءات، والإنسان قد يصاب بالحزن والهم حتى يبلغ إلى درجة تسمى الكرب. ما معنى الكرب؟ تجد في حديث يقول لك: كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب أن يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. إيه معنى الكرب؟ الكرب كما يقول العلماء هو أن يبلغ الهم في الإنسان مبلغا عظيما حتى لا يكاد يستطيع أن يتنفس. عارف لما الواحد كده تحصل له لا قدر الله مشكلة كبيرة جدا جدا، ويقعد يملأ التفكير ذهنه وعقله وقلبه لدرجة أنه هو مش قادر يتنفس من عظم الأمر وثقله. طب ليه سموه كرب؟ قال لك: من قولهم كربت الشمس، كربت الشمس يعني دنت للغروب، فسمي الكرب كربا لأن الإنسان حال الكرب تكاد تزهق نفسه، تكاد نفسك تطلع من شدة الإيه؟ المصاب والمصيبة والبلاء وهكذا. حديثنا هذه الدقائق إن شاء الله عز وجل: ماذا أفعل إذا حصل لي كرب؟ لما يحصل للمصاب الجلل العظيم ده ماذا أفعل؟ لأننا كلنا معرضون،
لا ينجو أحد من ذلك أبدا، حتى آل الغنى. أوعى تتخيل أنا بتكلم على الفقر، لا لا لا، أنا بتكلم على حال الإنسان. والإنسان كما قال سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. حال الإنسان لما يصيب الكرب يحصل له إيه؟ يأس. في ناس إخواننا بيوصل بهم الإحباط وفقد الأمل واليأس حال الكرب، إن ممكن يموت نفسه. بل يعني خلينا نتكلم عن الدرس ده النهاردة. إيه السنة اللي فاتت دي بس أكثر من حالة في مصر، شخص 2-13 لما أصابوا الكرب العظيم لم يكتفي بقتل نفسه. والله إخواننا هذا أمر مفزع مرعب، بل عمل إيه؟ قتل نفسه وعياله. أنا عمال أتخيل ما الذي كان فيه هذا الإنسان، مش أقول يقتل نفسه، يقتل نفسه مش مفهومة، لكن هذا وارد. لم يتحمل البلاء، لم يتحمل المصاب، لم يتحمل الضغط، خلص على نفسه، عايز يستريح، مسكين، متخيل أنه كده استريح. لكن أولاده يقول لك ويكتب رسالة: لم أرد أن يتعرضوا للذل ولا للبلاء بعدي، فيقتل نفسه وأولاده. يقول لك الأسرة كلها ماتت ما عدا طفل كان في المدرسة أو كان مش عارف فين. مصايب، وتكرر هذا الأمر، وهذا الأمر كما قلت لا أحد بعيد عنه أبدا، لأن الكروب هذا حال الدنيا. ماذا نفعل إذا أصاب الإنسان كربا؟ قبل أن أتكلم عن كروب الدنيا أسألكم سؤال: هل أصابك الكرب يوما لدينك؟ سؤال بس مهم جدا تجاوب عليه نفسك بنفسك. هل أنت يعني كتير جدا منا قد يصاب بالكرب عشان دين، عليه ديون فجأة كده كان ما شاء الله مستور وانكشف لأي سبب، واحد نصب عليه خد فلوسه، راح منه ماله، فجأة بقى خلاص مفيش ومديون، فيصاب بالكرب لأجل الدين.